بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا مكملين في الديفايس درايفر ونبتدي شوية الشغل بقى الممتع ان احنا عايزين نخلي الفايل بتاعنا يبتدي يعمل ريد اوبريشن. فانا عشان اقدر اعمل حاجة زي كده اتفقنا ان كل الاوبريشنز هتبقى في الاستراكت ده. فلو دخلنا جوه الاستراكت بتاع الفايل اوبريشنز هنلاقي الفانكشن اسمها ريد، او البوينتر تو فانكشن اللي اسمه ريد اللي هو ده، ممكن ناخده اكشلي كوبي كده ونيجي هنا مثلا فور اكزامبل نعمل بالشكل ده از ا بيست، ونسمي الفانكشن بتاعتنا مثلا فور اكزامبل درايفر اندرسكور ريد. والفانكشن دي هنبتدي نبصلها شويه ارجمنتس، وفي نفس الوقت هنبتدي هنا مثلا ناخد منها شويه حاجات. فدي مثلا الفايل اوبريشنز هنسميها مثلا فايل مثلا بالشكل ده كده، وهنا ده البوينتر على الاري اللي هيبتدي اليوزر يملاه. يعني او الكونسبت هنا باختصار بسيط، لما هتيجي تروح تفتح الفايل يعني تعمل كات، الفانكشن دي هتستدعى كويس، وانت مفروض عندك في الكيرنل مثلا مسج وعايز توصلها لليوزر، فهتوصلها له عن طريق الايه الاري اللي هنا يعني. فخلينا مثلا نسمي ده مثلا فور اكزامبل يوزر بافر بالشكل ده كده. وهنا ده السايز ده بيبقى الكاونت، ليه شويه تفاصيل كده هنتكلم عليها، وده الاوفست اللي هو البدايه بتاعتك. واحده واحده هنبتدي نشرح الكلام ده. اوكي طيب، مبدئيا اولا بسم الله الرحمن الرحيم، عشان الفانكشن دي اصلا دي تاكتيفيت انت محتاج ان انت تفعلها هنا اهو، ان انت تقول للريد بتشاور على البوينتر تو فانكشن ده بيشاور على الفانكشن دي. اوكي طيب، ده كده انا لسه ما عملتش اي حاجه، انا جاست عملت السنجلتون بتاع السوفت وير. اوكي طيب، هاجي اعمل هنا عشان بس نفهم اقصد ايه، هاجي برنت كي كده اي حاجه وهقول لك مثلا درايفر ريد از كولد، مثلا درايفر ريد از كولد رايت ناو، وهاجي هنا في الاخر خالص وهاجي اعمل ريتيرن للصفر. ماشي طيب، تعالى نروح نتست الكلام ده الفانكشن دي. فانا عشان اروح اتست الكلام ده محتاج الاول ادلت هلو ده وابتدي اميك، بعد كده ابتدي انس مود هلو دوت كيو، بعد كده هتلاقي فايل اسمه تيست هنا. بس لو بصيت على البيرميشنز هتلاقيه ان هو مفيش ريد رايت والكلام ده كله، فهتحتاج ان انت تغير البيرميشن بتاعته. خلينا نديله شوية 3 7 وخلاص، سلاش ديف تيست فايل، وبعد كده هروح افتح الفايل بالشكل ده كده واعمل دي مسج. هتلاقي فعلا هنا ان الفايل اتكريت وهنا الفانكشن، وانا بكات انا بعمل كات فعلا الفايل اتعمل له اوبن ونادى الفانكشن بتاعة الديفايس ريد، وبعد كده عمل كلوز للفايل. ده كلام جميل. طيب عشان بس السيشن دي طويله شويه، فحبيت مينيمايز الدنيا، وبدل ما كل شويه اعمل بقى انس مود وريموف ومش عارف ايه الكلام ده، عملت سكريبت لطيف. السكريبت ده لو انت مش فاهم بقى ايه السكريبت ده هتضطر معلش تشوف البلاي ليست بتاعت الباش سكريبت، احنا شارحين هناك الباش سكريبت وشارحين الكلام ده كله ان ديتيلز. بس يعني الناس اللي فاهمه، انا لمجرد ما هرن السكريبت ده هديله مثلا، وانا برنه بديله انسيرت هيبتدي انسيرت، لو اديته ريموف هيبتدي ريموف، لو قلت له عايز التست هيبتدي يعمل كل الحاجات اللي بنعملها، اللي هو بيدلت الاول يعمل كلين، بعد كده يميك الفايل، بعد كده ينس مود، بعد كده يتشنج البيرميشن، بعد كده يفتح الفايل، بعد كده يعرض لي الدي مسج. يعني موضوع فيري سامبل، بحيث ان انا ما اقعدش اعمل ايه كل الستبس دي تاني. زي كده هو مثلا هعمل ران واقول له مثلا تستلي، فهيبتدي يدلت، بعد كده يميك، بعد كده يطلع لي الايه التست بتاعي. اوكي ده مهمه الباش سكريبت اللي عاملين نقول عليها في كورس الباش. طيب تعالى نكمل بقى الشرح هنا. انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ انا عايز بفر عندي مثلا فور اكزامبل، تعالى نكريت اي بفر، فانا هسميه مثلا ستاتيك انسايند مثلا HR buffer، وده مثلا هديله size. خلينا نعرف السايز هنا بالشكل ده كده، هاش ديفاين ان السايز مثلا ب 255، ونديه هنا السايز، مكسل اكتب حرف الاي هي صلاة النبي. طيب وبعد كده هاجي هنا واعمل equal واكتب مثلا ايه this message from the driver. اوكي
يبقى ده واحده واحده كده. انا عملت ايه؟ انا عرفت هاش ديفاين بالسايز وعملت اري وحطيت فيه المسج دي. دي هنفترض دلوقتي ان المسج دي هي موجوده في الميموري، وهي اكشلي في ده الحقيقي يعني هي موجوده في الميموري، وهي ريليتد بالدرايفر بتاعي انا. دلوقتي لو الشخص على اليوزر سبيس، يعني ايه كلمه على اليوزر سبيس؟ يعني هنا كده هو على السيستم بتاعه، لو عايز يقرا الاري ده هيروح ينادي مين؟ هينادي للفانكشن دي. الفانكشن دي اللي بتعمل ايه؟ ريد. فانا عايزه لما يجي يروح يقرا الفايل يعمل كات للفايل، او يكتب مثلا كود. يا جماعه وات ايفر، يعني ممكن اكتب كود سي واستدعي الفانكشن اللي اسمها ريد. فانا دلوقتي لو بكتب كود سي وبستدعي فانكشن اسمها ريد للفايل ده، او بروح اريد من الكوماند اللي اسمه كات، يبقى انا عايزه المسج دي اللي تطلع له. اوكي، طبعا الكلام ده هيمات بعد كده لما اجي اشرح مثلا الفانكشن اللي اسمها رايت. فالشخص هيكتب رساله في الفايل، فانا هسجلها عندي في بافر، بعد كده لما يجي يستدعي ريد هبتدي اديها له. اوكي، بينج بونج يعني. طيب فخلينا نعرض له المسج دي. طب عشان اقدر اعرض له المسج دي، الاول انا محتاج اتعرض للحاجات دي، افهم ايه البارامترز بتاعتي اكتر. وتقريبا قلنا كذا مره عشان تقدر تفهم الحاجه دي ممكن تروح للسورس كود وتبتدي تقرا. والله انا لما رحت فعلا لكوبي فروم يوزر لقيت ان هو هنا دي حاجه اسمها تو، دي حاجه اسمها فروم، ودي حاجه اسمها ان. انا مش فاهم برضو ستيل اي حاجه، بس فهمت شويه انك انت بيقول لي فروم البفر ده هودي للبفر ده. اوكي طيب، اكشلي الفانكشن دي بتنادي الفانكشن دي، انا عايز برضه اوصل للريتيرن. هو الراجل ده بيعمل ريتيرن للان، مين الان دي؟ فالراجل ده بينادي الفانكشن دي. لو رحت مع الفانكشن دي اللي هي اندرسكور كوبي المره دي بتريتيرن فعلا unsigned long اللي هي ريس. انا برضه ستيل مش فاهم ريس دي بتتاخد من الرو كوبي. لو رحت للرو كوبي دي هي معلش هي لفه طويله شويه. لو رحت للرو كوبي، هي فين الرو كوبي؟ somehow كانت هنا يعني، خلينا نروح لها عادي مفيش مشكله. هنيجي مثلا نروح للرو كوبي دي بالشكل ده كده، هيقول لك الديفينيشن موجوده هنا اهو، دي الرو كوبي. هتلاقيها بتنادي الفانكشن اللي هي دي ارك اندرسكور كوبي فروم يوزر، لان هي بتدبند على الاركتكشر اللي هو somehow هتيجي في الاخر توصل لللينكس سوري للاسمبلي كوماند ده، اللي هو لو انت شفت عمليه الريتيرن هنا بيرجع لك البايتس اللي ما قدرش يعمل لها ريد. يعني لفه كبيره شويه، بس طبعا في المانيوال بتاع اللينكس ديفايس درايفر يجي يقول لك دي معناها تو وفروم وان، ويشرح لك كل حاجه على حده، ويبتدي يقول لك الريتيرن عباره عن ايه. لو والله لو رجع لك زيرو معناها سكسس، لو رجع لك رقم يبقى دي معناها البايتس اللي ما قدرش يرجعها لك. فالموضوع فيري سامبل طبعا، انت ممكن تقرا من الدوكيومنتيشن. لو انت جيكس بالسوفت وير ممكن تحب تمشي زي كده. اوكي وات ايفر، المهم انت فهمت ايه الدنيا. طب انا برضو ستيل عايز اشوف الدنيا اكتر. طب ايه رايك نعمل برنت للحاجات دي؟ بمعنى انا اول حاجه هاجي اعملها هبرنت الكاونت دي. انا برضو ستيل مش فاهم يعني ايه الكاونت. ماشي، العدد، عدد ايه بالظبط؟ اي كوماند يعني كات مثلا لما بتيجي تروح تقرا الفايل بيبقى عندها كده ريفرنس نمبر، تيجي تقول لك ايه انا هقرا الفايل ده بالسايز ده. فده مثلا بتاع كوماند، لو رحت مثلا تقرا بمور هتديك كاونت مختلف، لو رحت تقرا مش عارف كذا هتديك كاونت مختلف وهكذا. اوكي، فالكاونت ده بيبقى الريفرنس نمبر كده اللي هو انا هروح اقرا الفايل بعدد البايتس دي. طب ايه الاوفست ده؟ الاوفست دي اللي هو انا عايز اقرا من اول مثلا حرف الام، من اول حرف الاف، من اول حرف كذا. ده الاوفست ده انت بتحدد له انت عايز تقرا من اول فين. طيب واحده واحده، انا هطبع بس جاست الحاجتين دول عشان برضو ابقى حاسس ان انا فاهم ستيب باي ستيب. هنروح هنا، وطبعا السكريبت كده كده هيسهل علينا الدنيا. هعمل كده اهو، طلع لي قال لي ايه. اه احنا اكشلي ما عملناش سيف، نعمل سيف ونبتدي نعمل الفايل تاني كده. driver read is called right now. هو انا بغير في ايه؟ انا بغير في فايل تاني. طب انا مش واخد بالي. driver read print k مفروض اطبع كذا كذا. ماشي، خلينا واحنا بنرن ايه تيست. صح، تيست بيشي. طيب خلينا نعملها manually. هعمل make clean، بس مش manually هتشتغل، هي في حاجة غلط، في حاجة غلط أنا مش واخد بالي منها. هو ليه شايف السكريبت القديم برضو ستيل؟ لأن هو أصلا ما بيخشش هنا. الفايل ده موجود في هلو دوت سي هنا اهو. طب خلينا أضرب ايرور كده مثلا، خلينا نعمل نضرب الكود بتاعنا نشوف هو فعلا بيشوف الكود ده. لا ده مش بيشوف الكود ده أصلا. اوكي طب ده جميل جدا، كويس إن أنا ضربت ايرور. هو ده الفايل بتاعي هلو دوت سي موجود فين؟ في ديفايس درايفر في اتنين اوتوماتيك فايل،
في ديفايس درايفر في 2 اوتوماتيك فايل ال اس. طب افتح ران كده بيرموف وبعد كده يكلين بعد كده يميك بعد كده انس مود هاللوكو هاللودد كي. طب نعمل ميك احنا ده اصلا فيه ايرورز. طب هو ليه ما طلعليش الايرورز دي هنا اهو؟ ده كويس ان احنا وقعنا في الحاجه دي مع بعض. ليه وهو بيميك هنا ما طلعش الايرورز دي؟ المفروض هنا يطلع الايرورز دي. المفروض يطلع الايرور دي. طيب خلينا نقول مثلا فين السكريبت. طيب انا هعمل حاجه حلوه في السكريبت. هي دي ايه بتبقى هتبقى يعني تحس ان هي سيشن ضرب على باش في نفس الوقت ضرب على على ديفايس درايف. هنفعل الديباجر هنا ونقفل الديباجر هنا بالشكل ده كده ونرن الديباجر بتاعنا. حلو نطلع مع الدي مسج. احنا عايزين نشيل بقى الدي مسج عشان الدي مسج كبيرة قوي. هنهيش الدي مسج ونعمل كده. اهو اهو ما اداني ايرور اهو. كويس لطيف حلو. يبقى هو شايف الفايل دخل فعلا قال لك موديول هالو از نوت كارنتلي. عشان انا اصلا مش عامل له لود فبالتالي ما عرفش. بس بعد كده عمل ميك لينا اهي. بعد كده عمل ميك وضرب ايرور. ماشي حلو يبقى احنا كده ماشيين تمام. خلينا نشوف الايرور بقى بيقول ايه اصلا. بيقول لك او اف اس. انا هنا مسميه او اف اس وهي هنا مسميه او اف. فدي بس الايرور. انا هاخد نفس الاسم احطها هنا اهو ونرن الراجل ده تاني كده. دي شوية warning. تعال نشوف ال warning دي برضو. راجل زعلان من slash ld بيقول لك اعملها slash ld عشان هي unsigned long long. فمن عينينا نعملها لك ld. اني واحدة يا ربا عايزها long int بدل long اللي هي اللي ال offset. ماشي مش هنزعله يعني نمشي معايا للاخر. نعمل كده تاني. طب زي الفل. not copied ده not used. ماشي هو still not used فبالتالي ههيشه بس. اوكي يبقى السكريبت كده تمام. لو عملنا دي مسج يبقى كده الدنيا واضحه. حلو قوي. بص هنا بقى الكاونت الرقم ده ده اللي بيستخدمه كات وهو رايح يقرا. انا دلوقتي في التست اكشلي بستخدم كوماند كات. كويس بروح افتح الفايل عن طريق كات. فكات دلوقتي كل اللي بيعمله ان هو بيروح يقول انا عايز اقرا الفايل بالعدد البايتس دي وان الاوفست بتاعي فعلا انا عايز ابتدي اقرا الفايل من اول صفر. طيب لطيف تعال نكمل واحده واحده. يبقى انا خلينا بس اشرح حرف الدال الدي ده. يبقى انا كده عرفت ان الكاونت بتاعي كبير قوي وان الاوفست ده البدايه بتاعتي. فانا محتاج اعمل ايه؟ اولا فكره ان انا ارجع له البافر ده. يعني انا اقول له الشخص خد البافر ده مثلا هنا هو في اليوزر بافر دي ده اليوزر اللي هو الشخص هيقراه. ما ينفعش انا اجي مثلا اعمل اس تي ار كوبي. يعني مثلا ما ينفعش اعمل كده اس تي ار كوبي مثلا ان اليوزر بافر خد المسج بتاعتي بالشكل ده كده. ليه دي حاجه ما ينفعش تتعمل في اللينكس؟ لان في فرق ما بين الكيرنل سبيس واليوزر سبيس از ميموري. الكيرنل سبيس خلينا نرسمها كده بالشكل ده. معيش تولز بصراحه فخليني ايه ارسمها لكم على الفي اس كود. ده اليوزر سبيس ميموري وده الكيرنل سبيس ميموري. التو ديفرنت ميموري دول ده ليه ادريسيز هو متحكم فيها وده ليه ادريسيز تانية ممكن نسميها حتى فيرتشوال ادريسيز لان هي ادريسيز فعلا مش موجودة على الحقيقة. والكيرنل لما بيروح يكلم الفيزيكال ادرس يعني خلينا نعمل لاير تالتة كده ونقول ان دي الفيزيكال فيزيكال سبيس. الفيزيكال سبيس دي ليها الفيزيكال ادرس. يعني بقى ده مثلا فعلا الادرس اللي موجود في الميموري ومش عارف ايه والكلام ده. اللي بيبقى عنده تيبل جدول كده يقول لك الادرس مثلا اللي في الكيرنل كذا بيشاور على الفيزيكال ادرس كذا ده بنسميه الام ام يو. بيبقى في دايره كده هنا عندها جدول بتبقى تقول لك ايه مثلا انت بتشاور هنا على 0 اكس 50 مثلا فور اكزامبل. ال 0 اكس 50 ده بقى في الفيزيكال بقى لا ده 0 اكس مثلا 1000 مثلا. لكن اليوزر سبيس ما يعرفش الكلام ده خالص. فالديفرنشيات هنا بقى او الجدول ده عم محتاجين فانكشن تقدر تبقى شايفه الجدول ده. مين الفانكشن دي؟ حاجه اسمها كوبي تو يوزر بنستخدمها مكان دي. يبقى انا هاجي هنا اقول كوبي تو يوزر هي اللي مش عايزه تيجي. كوبي اندرسكور تو يوزر مش عايز يساعدني ليه. المهم ان هي الفانكشن دي اللي اسمها كوبي تو يوزر كاتب سي بي يو كوبي اندرسكور تو
يوزر، انا بقول برضه في حاجه غلط. تمام، كوبي تو يوزر دي هي اللي هتبتدي شبه الاس تي ار كوبي بقى، هبتدي ايه اديلها ماشي خليني واقف عليها، انا اسف، هبدلها تو اللي هو لي كذا وفروم من كذا والان الكاونت انا عايز كم بايت من الليله دي كلها. فانا مثلا تو انا هودي لليوزر بافر ده، هودي ايه؟ والله هودي البفر بتاعي. طب انت عايز تودي البفر كله هتقول له كده، لكن انت لو عايز تحدد له تستخدم بقى الاوفست ده تقول له انا عايز اودي لك من اول كذا، فانا هستخدم الاوفست اكشلي، اقول له انا عايز اودي لك من اول الاوفست الفلاني، وهدي له العنوان وهدي له الكاونت. طب واحده واحده عشان انا مش فاهم وانت توهتني دلوقتي. بص واحده واحده يا عم، دلوقتي انا بعمل ايه؟ ده الشخص لما هيجي يعمل ريد او يدي مسج اهو اهو، عشان بس تبقى فاهم قصدي هتبرنتها لك دلوقتي. لما نيجي نعمل دي مسج وابتدي اقرا الفانكشن دي رجعت لي ايه، يعتبر هترجع لي البفر في اليوزر بافر دي، كانك بتعمل اس تي ار كوبي، بتاخد اللي عندك توديه عند الراجل ده. ماشي، طيب انت عايز تحدد انت عايز تبعت له من اول مثلا كذا لكذا، فده الاوفست، فعشان كده انا بقول له ايه اند الاوفست بتاعي. طبعا هو باي ديفولت كده الاوفست بصفر، صح؟ احنا لسه طالعينه من شويه، فهو باي ديفولت الاوفست بصفر، فانا كده بادئ من اول الاري، بادئ من حرف التي. فور اكزامبل لو انت عايز تبتدي مثلا من الام، هتيجي تغير الاوفست هنا، هتيجي مثلا تقول له ما يحتويه الاوفست ده خليه مثلا بايه باربعه، يبقى هو كده هيبتدي مثلا من اول السبيس دي، او سوري من اول الام دي. ماشي، طيب ايه الكاونت ده بقى؟ ده اللي هو كان مين اللي بعته لك؟ الكات، وهو بتقرا بيبعت لك يقول لك انا عايز اقرا ال 130 الف بايت دول، فده رقم كبير جدا. فانت عايز تهندل الدنيا هنا، تيجي تقول له لو الكاونت ده اكبر من السايز بتاعي، احنا هنعدل على الاف كونديشن دي باي ذا واي، بس خلينا واحده واحده. لو الكاونت ده اكبر من السايز بتاعي، لا يبقى خلي الكاونت ده بالسايز. ماشي تمام. طيب انا بعد ما خلينا برضو اقول لك حاجه، خلينا نستخدم النوت كوبيت، يبقى انا هستخدم النوت كوبيت هنا ونفتح التهيشه دي بالشكل ده كده، وخلينا نبرنتها بحيث نشوف والله لو في حاجه ما اتعملت لهاش كوبي يطبعها لي بالمره. يبقى واحدة واحدة كده ونشرح تاني. أنا عملت إيه؟ أول حاجة طبعت شوية الديفولتس بتاعتي عشان بس أميك شور إن الدنيا تمام. بعد كده بتشيك على الكاونت، لو الكات مثلا عايزة 130 ألف بايت، طب 130 ألف بايت دول كتير قوي، فأنا اللي هتشيك. لو هي كبيرة قوي عن السايز بتاعي، لأ خليها هي بتساوي السايز بتاعي. الحتة دي يا جماعة بنسميها أدجاست الكاونت، أنت بتأدجاست الكاونت قبل ما بتبتدي تستخدم الكوبي. وبعد كده ابتدي استخدم الكوبي، بقول له خد من عندي إديه للراجل ده، وبالتالي بالسايز الفلاني. وبعد كده بقول له لو في حاجه ما اتنقلتش حطها لي في النوت كوبيت. طب لو كله تمام يبقى النوت كوبيت دي هتبقى بصفر، صح ولا لا؟ طيب خلينا نتشيك، اف نوت كوبيت لو طلعت بترو يبقى كده في حاجه غلط، فهقول له هنا ريتيرن سالب واحد، ما تكملش لو سمحت. تمام، لان انا مش عايزه يكمل كده، في حاجه ما اتنقلتش. اوكي بس خلينا بس نتست على كده، وبعد كده نرجع نعدل شويه في الايكويشنز بتاعتنا. اعمل كومبايل اهو، بعد كده هعمل دي مسج اهو. تعال بص، ده الكاونت باي ديفولت، بعد كده قال لك النوت كوبيت بصفر، هو كده نقل كل حاجه الحمد لله. بعد كده قال لك اهي المسج بتاعتي اهي. اوكي طيب، عايز برضو افترض معاك، افرض الرقم ده اكشلي الرقم ده الكاونت ده، او ماشي عشان اعرف اشرحها احسن خليني اعمل كده. انا محتاج كل مره اعدل الاوفست، يعني انا دي برضو معلومه مهمه. دلوقتي لو السايز بتاعك السايز ده مثلا، او انت عندك رساله كبيره جدا في الميموري اكبر من الكات، يعني اكبر من الكاونت اللي مبعوت ده، فالطبيعي باي ديفولت ان الفانكشن دي هتتكل كذا مره عشان خاطر يقرا لك الفايل كله. اوكي حلو. طيب فانا بالتالي محتاج ابديت الاوفست، يعني هاجي هنا مثلا اقول له ايه ما يحتويه الاوفست بالشكل ده بيساوي الكاونت اللي اتنقل. طب وايه اللي يضمن لك ان الكاونت اتنقل فعلا كله؟ لان هو لو ما اتنقلش كان هيضرب في الاف هنا، فانا طالما ما ضربش في الاف هنا فانا بقول له ايه الكاونت اللي هو اتنقل حطه ايه في الاوفست، عشان لما يجي ينادي الفانكشن دي تاني يبتدي من حيث انتهى، يعني الموضوع مش صعب. طيب دلوقتي انا عايز اظبط الاف دي اكتر شويه، اظبطها ازاي؟ هو انا دلوقتي كل مره بتشيك على الكاونت اللي هو الراجل بعته، بس هو انا كده مش بتشيك بالمره على الاوفست. ما هو مثلا هو بيقول لك ايه، انا عايز اقرا خلينا نفترض مثلا، تعال ندي ارقام، خلينا هنقول الكاونت هو عايز يقرا 10 مثلا، والاوفست عندك مثلا دلوقتي ب3، والسايز عندك مثلا ب10 ب9 مثلا. حلو، يعني هو قرا اوريدي 3 بايت، و
عايز يقرا 10 بايت وانت السايز عندك ب9 اصلا. خلينا نقلل السايز دي، خلينا نخلي الكاونت ده مثلا ايه ب8. فدلوقتي لو انت بتتشك على الكلام ده بتقول ال8 اكبر من، انا عايز اضرب الاكزامبل بحيث ان هي تكون مظبوطه، فخلينا نقول دي مثلا ماشي ب10. لو الكاونت اللي ب10 ده هو عايز يقرا 10 بايت اكبر من السايز بتاعك اللي هو 9، هتخش وتخلي الكاونت بتاعك ب10 ويبتدي يكمل عادي، مع ان هو اصلا اوريدي قبل كده قرا 3 بايت. فبالشكل ده المجموع اصلا 3 و9، مش 3 مش 9 بس. انا مش فاهم، تعال اشرح لك واحده واحده. دلوقتي الاوفست اول مره كان بصفر، فما فيش مشكله ان انت تعمل الكود ده، لكن لو الاوفست ده برقم فهو اوريدي اصلا قرا عدد بايتس، فانت بتتشك ليه ان الكاونت اكبر من السايز؟ انت المفروض تتشك ان الكاونت مع الاوفست الاثنين لو اكبر من السايز خلي الكاونت ما يعديش السايز. فاهمين اقصد ايه؟ طيب بس هنا برضو في مشكله، انا ستيل بديله السايز كله، لا انا المفروض اطرح منه عدد المرات اللي انا قريتها. يعني هي سامها وممكن تكون لفه معاك شويه، بس تعالى نقولها بالعربي يعني ولا كاني شرحت اي حاجه، تعالى اقول لك بشكل بسيط قوي. انا بعمل هنا ايه؟ بجمع الحاجات اللي انا عايز اقراها من الحاجات اللي انا قريتها اوريدي، بتاكد ان هو لو اكبر من السايز بتاع الاري فلو سمحت خلي الكاونت الجديد اطرح منه اللي انا قريته، بحيث ان هو بالبلدي كده ما يعديش الاري بتاعي. تمام؟ طيب بالشكل ده هي دي الفانكشن اللي يعتبر ستيبل، او الفانكشن دي لو اتنادت كذا مره يعني ما يبقاش فيها بج ان شاء الله يعني. طيب تعالى ايه نميك شور من الكلام ده، هعمل ران التست ونعمل دي مسج، هيطلع لي الرساله بتاعتي وكل حاجه تمام. ده بشكل ما الريد فانكشن، هنعمل نفس الفكره الرايت. بس خليني اكون صادق معاك، انا عارف ان انت ممكن تكون دلوقتي تايه شويه في الكالكوليشنز، فاحسن حاجه عشان تفهم الكالكوليشنز دي تعمل ايه؟ تفترض ارقام واحده واحده لغايه لما تلاقي الدنيا بتاعتك جمعت. اوكي؟